انا رسمت اول اشي الظهر تبع الكرسي. قريت الكرسي تقسيماته كيف حتكون، انه انا من هان هذه المنطقة بدي اطالع القاعدة، انا لازم اخد خط من هان لهان واعمل ايش القاعدة تبعتي. طيب حاجب الشيفت هنا، انا مش بوينت بدي اياه، بالشيفت كليك يمين انسرت ايدج لوب واقول له هيك تمام. انا هيك تمام بدي اياك 100%. حاجي على الفيس، هذا الفيس واطله، هنا حاجي اقول له ايش شيفت اكسترود فيس واقول له انه ايش انا بدي اياك كده. طب هنا الفيس تبعي هذا الحواف تبعته انا بدي اياها تكون شويه فيها نعومه. احنا اخذناها المحاضره اللي فاتت، بختار الادج تبعي بقول له بالشيفت بيفل ادج. هي هنا كميه قديش يكون اللي هي الانحناء تبع الشكل تبعي. هنا السيجمنت قديش كمية الخطوط، كل ما زادت عدد السيجمنت كل ما كان ايش الشكل تبعي فيه نعومة اكتر. تمام هيك تمام، هيني انا هيك شايفين كيف صارت. طيب بدي اجي اقول له من هان حقيته ايش اقسمها عشان يطلع الكرسي رجلين للقاعدة. هو الكرسي سؤال تبعي من وين بتنزل القاعدة، من الزوايا من هان ولا من القاعدة؟ تنتين من هنا حيطلعوا، في تنتين من هنا رح يطلعوا. طيب قلت انا بدي اجي اقول له انت كإدج وإدج اتعب حالي عشان يكونوا نفس المكان، حاجي اقول له انت كإدج هنا هيك هيك وانت وانت، بدي اجي اقول له انسرت ايدج لوب وانت. هو طبعا اخذ لي من اخر نقطة، انا بدي اقول له انه انت هيك، بدي اختار هذا الاتش هذا الاتش وهذا وهذا الاتش بالشيفت انسرت اتش لوب. طبعا انا مش ماسكة صح عشان كده صار عندي كل هذه اللخبطة. على البرنامج. طيب بدي اجي ارجع لايش للايدج شيفت شيفت اشوف اذا ما اخذ اشي من فوق. طيب حاجي كليك يمين انسرت ايدج لوب،
ضايل من هنا انا بدي ايش اقسمها. طيب بدي اجي insert edge loop بالشيفت اخده طيب هدول المربعات هعملهم اكسترود وانزلهم. هنا انا عندي الفيس هاي هون انتوا كده يا فيسز كده تمام. هقول له اعمل لي لهم ايش اكسترود. نعمل لي ايش كرسي صغير، يعني تقدر تقول هذا تبع كرسي اطفال. طيب احنا ممكن انا صغرت من هذا، كيف عملتها هذه؟ اجيت ضغطت على مربع من المربعات هذول، هي عندي انا هذا الكرسي عادي. ممكن اجي مثلا ممكن اجي اعمل لهذا عمل له حفايف اشي زي كده. احنا ايش نعمل؟ نرجع للشكل نفسه واقول له هيا هيك هيك انا صار شكل واحد. بدي اقول له انا بدي اكبرك هذا طيب هالوقت عشان انا اعرف اشوف وين هو موجود فين قديش حجمه صغير. حاجة اقول له بالار عشان اعمل سكيل واقول له انه انت يا كرسي دي ارفعك هيك شايفين قديش بعاد عن بعض هيك صار عندي ايش مكتب. محاضرات جاي هناخدها لا ليش؟ لانه في خامات لون في خامات صورة، بدك تعرف هذه من وين بدي اجيبها وهذه من وين بدي اجيبها. تمام.